مدبولي يشرف على الإفراج عن البضائع من ميناء لإسكندرية، ويؤكد أن الدولة قادرة على توفير العملة الصعبة للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج. مصر تشارك في تحالف دولي لإسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة. عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي استهدف نصيرات ودير البلح وسط قطاع غزة، وحصيلة الشهداء تقترب من 30,800 من بدء العدوان. النشرة الإخبارية مفصلة تأتيكم على النيل الأخبار، أهلا بكم. تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، أشرف رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اليوم على الإفراج عن كميات هائلة من السلع الأساسية والبضائع من ميناء الإسكندرية، وتابع سير عملية الإفراجات بباقي الموانئ المصرية والتي تشمل سلع غذائية وعلافا وأدوية. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بسرعة الإفراجات التي كانت تمثل مشكلة كبيرة وعائقا في توفر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع في ضوء الخطوات الكبيرة التي قامت بها الدولة في الأيام الماضية. وخلال مؤتمر الصحفي من ميناء الإسكندرية، أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أنه تم اليوم الإفراج عن كميات كبيرة من البضائع من 4 موانئ هي الإسكندرية ودمياط والدخيلة والسخنة، وأشار إلى أن الخطوات التي قامت بها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي كانت مهمة من أجل إصلاح الاقتصاد المصري. ضمن توجيهات فخامة الرئيس بسرعة الإفراج عن السلع والشحنات والمستلزمات الإنتاج الأساسية اللي تمثل النهاردة وكانت بتمثل مشكلة كبيرة وعائق في توافر السلع الغذائية والسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع في ضوء الخطوات الكبيرة اللي قامت بها الدولة في خلال الأيام الماضية. وخليني أقول لحضراتكم، ويمكن نبدأ النهاردة بأن الخطوات اللي قامت بها الدولة المصرية أمس كإجراءات اقتصادية ما بين الحكومة والبنك المركزي، دي خطوات كانت مهمة جدا 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 للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري. وحضراتكم جميعا كلنا كنا متابعين وعارفين كويس قوي الأزمة الخانقة الاقتصادية اللي كانت بتمر بيها مصر على مدار أكتر من سنة ونص بسبب الظروف العالمية الكبيرة اللي حصلت، وأيضا العديد من المشاكل والتحديات اللي كانت بتواجهها الدولة. كما أكد رئيس الوزراء أن توحيد سعر الصرف خطوة شديدة الأهمية تأتي في صالح الاقتصاد، كما أكد أن الدولة كانت في حاجة لتوفير سيولة مالية كبيرة للتعاون مع الأزمات الموجودة، وأن أي اقتصاد في العالم لا يستطيع العمل وسط وجود سعرين للصرف. وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة المصرية لديها الاطمئنان والثقة لتدبير العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة. الدولة كانت محتاجة انها تدبر سيولة مالية كبيرة عشان تتعامل مع التراكم المتأخرات اللي كانت موجودة، وان ازاي نضمن من خلال السيولة اللي موجودة نعمل توحيد لسعر الصرف. اي اقتصاد في العالم ما ينفعش ان هو يشتغل على سعرين للصرف او سعرين للعملة، ولان للأسف مع طول امد المشكلة ابتدت تتكون لدينا قناعة كمواطن وكتاجر وكصانع ان الدولار ما اصبحش يعني مجرد وسيلة ان انا ادبر بها العملة، ده هو نفسه اصبح سلعة ويتم المتاجرة بيها. واحنا كنا عارفين ان دي كانت مشكلة كبيرة جدا وكنا شغالين عليها زي ما بقول لحضراتكم. النهاردة الحمد لله بالاجراءات اللي تمت من خلال توفير سيولة كبيرة جدا للدولة المصرية، من خلال الاجراءات اللي تمت ما بين الحكومة والبنك المركزي امس واعلن عنها المحافظ بمنتهى الوضوح في مؤتمره الصحفي امس، الدولة المصرية النهاردة لدينا الاطمئنان والثقة، وانا بكررها، لدينا الاطمئنان والثقة لتدبير العملات او العملة المحل الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة كلها. وانا
وشدد مدبولي على العمل على تعظيم الاستفادة من أصول الدولة باستمرار وحسن استغلالها، وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على تشجيع القطاعات الداعمة للاقتصاد كالزراعة والصناعة والتكنولوجيا، وأشار أنه لدفع تلك القطاعات كان من المهم عمل البنية الأساسية وهو ما نجني ثماره حاليا. تعظيم الاستفادة من أصول الدولة مستمر، والدولة منفتحة وبتشتغل وبتخطط لصفقات كبيرة أخرى إن شاء الله للفترة الجاية. كل ده علشان ندبر السيولة المادية اللي تضمن بصورة نهائية القضاء على الأزمة الخانقة اللي كنا بنعاني منها في موضوع العملة الصعبة، ونضمن توافر هذه العملات من خلال الاستثمار ومن خلال أيضا التصرف في الأصول وحسن استغلال الأصول المملوكة للدولة. هدفنا كله زي ما اتكلمنا امبارح في المؤتمر الخاص بصندوق النقد، تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية واصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري وتشجيع القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد، الصناعة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السياحة، الحاجات اللي من شأنها انها بتخلق فرص عمل حقيقية وايضا انها بتدبر العملة الصعبة. كما شدد رئيس الوزراء على أنه تم توجيه وزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد على منظومة السوق السوداء ومن يتاجرون في العملة في إطار غير شرعي. إن بسبب هذه الأزمة وطول أمدها، أنا بتكلم على أزمة الدولار وأزمة العملة الصعبة، ابتدت تتشكل شبكات، وأنا بقول أهو شبكات معقدة من التجارة ما يطلق عليها السوق السوداء أو السوق الموازية. المنظومة الشبكات اللي اتعملت علشان تحويلات المصريين من الخارج، الناس اللي كانت بتروح للمصريين في الخارج وتاخد منهم العملة وهم هناك وتقول لهم انا هوصل لكم لاهاليكم هنا الفلوس اللي بالمصري بالسعر بتاع السوق الموازي. كل دي منظومة اتشكلت بسبب ان كان عندنا سعرين. النهاردة بالاجراءات اللي خدناها احنا مفروض يبقى عندنا سعر واحد. عشان كده تم التوجيه لوزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد لكل تجار السوق السوداء ولمنظومة الشبكات اللي كانت بتسيطر على تحويلات المصريين في الخارج. مفيش دولة تسمح بهذا الكلام، واحنا ان شاء الله الفترة الجاية هو هدفنا يبقى عندي سوق واحدة، البنوك المصرية والاليات والقنوات الشرعية والرسمية اللي في الدولة هي اللي تكون شغالة لتدبير العملة او للمصريين اللي لديهم عملة وعايزين يحولوها للجنيه المصري، يبقى هو دي القنوات اللي موجودة. ينضم الينا الان مباشرة الدكتور وليد جاب الله الخبير التشريعات الاقتصادية. دكتور وليد، يعني برأيك اهمية الاسراع بخطوة الافراج عن البضائع من ميناء الاسكندرية وباقي الموانئ المصرية، والى اي مدى يسهم ذلك في ضبط الاسواق واسعار السلع؟ اهلا وسهلا بحضرتك وبكل المشاهدين، وبالتاكيد خطوه رائعه الافراج عن كامل البضائع نحو 1.3 مليار دولار. يعني بضائع كانت موجوده في الموانئ يتم ضبطها في وقت مهم جدا قبل شهر رمضان، هتساعد بصوره كبيره جدا على زياده المعروض من السلع والخدمات بصوره تؤدي الى السيطره على الاسعار والحد من معدلات التضخم. تأتي هذه الخطوة من ضمن مجموعة خطوات، يعني القضية الآن لم تعد خطوة منفردة نشيد بها، ولكن مجموعة خطوات متكاملة لضبط السوق، سواء ضبط سوق العملة أو ضبط سوق السلع الغذائية أو أي نوع من المنتجات ولوازم الإنتاج. أتصور أن قضية تراكم السلع في الموانئ ستكون قضية من الماضي مع توفير البنوك لمستلزمات الاستيراد بسعر واحد وبآليات واضحة، لن يكون هناك انتظارا في الموانئ، وبالتالي ستنخفض تكاليف الوجود والمرور عبر الموانئ المصرية بما ينعكس بالإيجاب في أسعار السلع نفسها، بحيث لا تحمل السلع والمنتجات وعناصر الانتاج بتكاليف اضافيه. طيب دكتور وليد، يعني الدوله اتخذت خطوات مهمه للقضاء على وجود سعري لصرف العملات الاجنبيه، برايك هذه الخطوه كيف تشكل ايضا خطوه هامه في ظل منظومه الاصلاح الاقتصادي اللي تتبناها مصر خلال الفتره الحاليه؟ هو طبعا مصر من الدول اللي بتتبنى خيار السوق الحره وخيار سعر واحد للصرف،
حصلت ضغوط مع خروج استثمارات الاجانب بإدانة الحرب الاوكرانيه وظهور السوق السوداء. اليوم نحن امام مجموعه متكامله من الاجراءات التي سوف تقضي على السوق السوداء بصوره نهائيه عندما يكون السعر حرا في البنوك، يقضي على اليات العرض والطلب. لا يوجد مبرر للمواطن او لحائز العملات الاجنبيه بان يلجا الى السوق السوداء، كما ان المستثمر عندما يجد متطلباته موجوده في البنوك بسعر حتى وان كان بسعر مرتفع فانه يكون في غير حاجه الى اللجوء الى السوق السوداء. السوق السوداء عندما لم تجد من يشتري منها ومن يبيع اليها فانها ستتآكل وستختفي بصوره الفائده. دكتور وليد، يعني ربما الخطوات ايضا المبذوله لضخ استثمارات وتحديدا طبعا بتسهم بزياده النقد الاجنبي، الى اي مدى بتجد ايضا انها بتشكل عاملا اساسيا لايجاد ركيزه حقيقيه طبعا لاحداث نهضه اقتصاديه في مصر؟ مصر لديها كل الامكانيات اللي تخليها جاهزه لاستقبال استثمارات بارقام ضخمه جدا. حجم البنيه التحتيه الهائله اللي تم ضخه في الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضيه يؤهله بان يستغل المزايا النسبيه الخاصه به، لكن قضيه سعر الصرف وان هناك سعرين للصرف وان هناك مشكلات في تحديد دراسات الجدوى وتحديد الكلفه وغياب الافق كان هو ده المشكله. اليوم ومع وجود سعر واحد للصرف هناك وضوح كامل، المستثمر يستطيع ويعرف انه عندما يدخل الى السوق سيدخل يحول امواله بسعر حر في البنوك، يخرج وقت ما يريد بسعر واحد. ايضا هذا الامر ارتبط مع اتفاق الحكومه مع صندوق النقد الدولي بصوره تؤكد على ان ما يحدث في مصر في اطار منظومه واستراتيجيه متكامله وليس مجرد اجراء عابر، مما يعطي مزيد من الثقه الاقتصاد المصري ويجعله اكثر جاذبيه للاستثمار سواء الاستثمار المباشر او غير المباشر. دكتور وليد جبلة خبير التشريعات الاقتصاديه، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله. شكرا لك. كما شدد مدبولي على ان شغل الحكومه الشاغل مع التجار سيكون عمليه ضبط الاسعار وان تكون اسعار السلع حقيقيه وغير مبالغ فيها، وشدد على ان الدوله ستوفر العمله الصعبه لكل الاولويات التي تحتاجها مصر من سلع اساسيه وادويه ومنتجات خاصه بالصناعه. الاولويه للدوله المصريه في مجموعه حاجات رئيسيه. ايه هي؟ السلع الغذائيه بكل مشتقاتها، الأدوية، العلف، المنتجات البترولية، والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة. دول أولوياتنا لتدبير العملة. إنما أي حاجة تانية، منتجات تمت الصنع، سلع استهلاكية، هتأتي في ذيل القائمة. وأنا بأكد لهذا الموضوع عشان محدش يطلع من اللي بيستورد سلع استهلاكية ويقول أنا محدش دبر لي عملة. الأولوية للدولة المصرية من هنا ورايح للمجموعة اللي أنا اتكلمت عليها، وبالتالي ده يقودنا للرسالة اللي كنا دايما بنوجهها للمصنعين: التعميق التصنيع المحلي واستبدال المنتجات اللي احنا كنا بنستوردها بمليارات الدولارات بأنها يتم تصنيعها هنا جوه مصر.
تفقد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية متعددة الأغراض على الأرصفة 55 و62، حيث أشار إلى الدور الرئيسي لعملية تطوير الموانئ في تعزيز الريادة المصرية كمركز دولي للتبادل التجاري وتقديم الخدمات اللوجستية، بما يحقق الاستفادة المثلى من موقع مصر الجغرافي، بما يتكامل ويدعم الخطة التنموية للدولة لإحداث نهضة شاملة في مصر. وخلال تفقد مصنع الحرير والبوليستر بكفر الدوار، أعلن مدبولي البدء في تصدير أول شحنة من مصنع الحرير الصناعي والبوليستر، موضحا أن الحكومة تهدف لزيادة الصادرات وتعميق ودعم الصناعة بكافة الطاقات الممكنة. وأشار مدبولي لأن إجمالي ما تستورده الدولة من البوليستر حوالي 800 مليون دولار سنويا، وأي دعم يحتاجه المصنع لتطوير كفاءته يساهم في تغطية جزء كبير من احتياجات الدولة. هنأ رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنيا أن تحقق مصرنا الغالية تحت قيادة الرئيس الرشيدة كل ما تصبو إليه من ازدهار، وأن يعيد هذا الشهر الكريم على الشعب المصري والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. وأعرب في برقيته للتهنئة عن ثقتي بأن القيادة الحكيمة للدولة ستمكنها من تخطي كل الصعاب لتحقيق مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة. كما هنأ رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، معربا عن تمنياتي بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة المباركة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد في مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد تحت قيادته، وأن يحقق شعب مصر العظيم ما يصبو إليه من تقدم وازدهار، وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والسلام. بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وقال في برقيته: إننا ونحن نستقبل أيام يتجلى فيها رب العالمين علينا بنفحات العطرة، فإننا نستلهم معاني وقيما نبيلة لتكون حافزا نبذل المزيد من العطاء والتضحية في سبيل رفعة وازدهار وطننا الغالي. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، تشارك مصر في تحالف دولي لإسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة. نتابع. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمشاركة في دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتوفير الاحتياجات الإنسانية والمعونات الإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة بقطاع غزة، تشارك عناصر من القوات الجوية المصرية في التحالف الدولي لإسقاط المساعدات على غزة من المملكة الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع نظيرتها من القوات الجوية الأردنية والأمريكية والفرنسية والهولندية والبلجيكية، لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة بالمناطق المتضررة بشمال قطاع غزة. يأتي ذلك تزامنا مع إقلاع عدد من طائرات النقل العسكرية المصرية والإماراتية من مطار العريش ضمن الجسر الجوي الممتد على مدار الأيام الماضية. لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لمئات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة شمال قطاع غزة لتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء جراء استمرار الأزمة الراهنة. وذلك انطلاقا من الجهود الداعمة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.
يواصل مطار العريش الدولي استقبال الشحنات الجوية من أنحاء العالم والتي تقل مساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة تمهيدا لإدخالها لقطاع غزة. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل أخبار مصر والنيل الأخبار محمد عبد الصبور. محمد، بعد تحية اطلعنا على الجديد لديك. نعم. محمد. مساء الخير هبة، مساء الخير على مشاهدي تلفزيون مصري في كل مكان. أنا بالفعل في محيط مطار العريش الذي يستقبل على مدار الساعة مختلف المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية التي تأتي من مختلف دول العالم وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية. هذه الشاحنات التي تصطف على الطريق هي شاحنات قادمة سواء من ميناء العريش أو من المطار، وتنتظر لدخولها إلى المركز اللوجستي التابع للهلال الأحمر المصري لتنسيقها وترتيبها وإرسالها إلى قطاع غزة. يعني هذا الكم الكبير من هذه الشاحنات يعكس طبعا الرغبة الكبيرة لدى مصر في إرسال المزيد من الشاحنات، ولكن دائما ما يقابل هذا الإرسال بتعنت من الجانب الإسرائيلي وإطالة مدة التفتيش وإطالة أيضا الانتظار، وبالتالي هذا الذي يعرقل عدم وصول العدد الكافي أو ما يلبي احتياجات قطاع غزة من هذه الاحتياجات من الشاحنات. على أي حال، معبر رفح اليوم ووفقا لآخر رقم أو آخر تحديث استقبل ما يقرب من 174 شاحنة عبر منفذ كرم أبو سالم و68 شاحنة عبر منفذ العوجة، من بينها 5 شاحنات للعجول الحية بالإضافة إلى 4 شاحنات للسولار، كما استقبل أيضا عدد من الجرحى والمصابين على مدار اليوم. كل هذا طبعا بيتزامن مع استقبال المعبر للمزدوجي الجنسية وأيضا تقديم الخدمات الإنسانية على مدار اليوم سواء من خلال مركز خدمة المواطنين داخل مستشفى العريش أو من خلال أيضا مساكن السبيل التي أعدتها محافظة شمال سيناء لتقديم كل الخدمات الإنسانية والإغاثية والدوائية وكافة مستلزمات المعيشة. نعم. وتقديم الوجبات الرئيسية للأشقاء الفلسطينيين من الجرحى والمصابين ومرافقين. أخيرا في عجالة كان هناك زيارة مهمة جدا لوفد بريطاني من مجلس العموم البريطاني الذي استقبله السيد الرئيس بالأمس، وهذه الزيارة تصب في إدخال يعني الضغط على قطاع غزة نحو إدخال المزيد من المساعدات من جانب، وأيضا التوجه نحو وقف إطلاق النار وهو ذاته الموقف الدولي الذي تتبناه مختلف دول العالم. محمد عبد الصبور مراسلنا من العريش، شكرا جزيلا لك. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه المتواصلة على قطاع لليوم 53 بعد 100 على التوالي، واستشهد 35 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف الاحتلال لنصيرات ودير البلح وسط قطاع غزة. كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب غزة. في غضون ذلك أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 127 منذ 7 من أكتوبر الماضي. هذا وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 30,800 فلسطينية وإصابة 72,298 منذ 7 من أكتوبر الماضي. وفي الضفة الغربية المحتلة تواصل قوات الاحتلال حملاتها القمعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، واعتقلت قوات الاحتلال 40 فلسطينيا بينهم نساء وأسرى سابقون. يأتي هذا بينما أعلن نادي الأسير وشؤون الأسرى ارتفاع حصيلة الاعتقالات منذ 7 من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 7490 حالة. وأوضحت هيئة شؤون الأسرى أن الاعتقالات شملت مرضى ونساء وكبار سن. قتل جندي إسرائيلي وأصيب 12 آخرون بينهم 5 بحالة خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة في القوات المتوغلة في مدينة حمد السكنية في خان يونس جنوب قطاع غزة. بهذا ترتفع حصيلة قتل الجيش الإسرائيلي الذين سمحت الرقابة العسكرية بنشر أسمائهم إلى 587 قتلا. أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي دعم بلاده لعضوية كاملة للفلسطينيين في الأمم المتحدة. وخلال مؤتمر صحفي في بكين وصف وزير خارجية الصين الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها وصمة عار على الحضارة، وقال إن الصين ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لاستعادة السلام وحماية الأرواح، داعيا الفلسطينيين وإسرائيل إلى استئناف محادثات السلام وذلك في أقرب وقت ممكن، مضيفا أنه لا يمكن التذرع بأي سبب لقتل المدنيين في غزة.
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنكام أن الجيش الأمريكي أسقط مسيرتين أطلقتهما جماعة الحوثي في اليمن تجاه السفن التجارية في البحر الأحمر، وكانت واشنطن قد توعدت بمحاسبة الحوثيين بعد مقتل 3 من طاقم سفينة استهدفوها في خليج عدن، وذلك في أول ضربة تسفر عن سقوط ضحايا منذ بدء هجماتهم البحرية على خلفية الحرب في غزة. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أنه تم إطلاق صاروخ باليستي مضاد للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وتأثيرا على المواطنين خلال الشهر العظيم، قررت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق تعديل مواعيد التشغيل لخطوط مترو الأنفاق الثلاثة بالقاهرة الكبرى والقطار الكهربائي الخفيف، وذلك من أول أيام رمضان، حيث تبدأ ساعات التشغيل الخط الأول حلوان المرج الجديدة من 5:15 فجرا لتنتهي 1 صباحا بعد منتصف الليل. وبالنسبة للخط الثاني للمترو شبرا الخيمة المنيب يبدأ التشغيل في 5:15 صباحا حتى 1 صباحا. وبالنسبة للخط الثالث لمترو الأنفاق عدلي منصور محور رود الفرج ليبدأ في 7:15 صباحا حتى 1 بعد منتصف الليل. ويبدأ القطاع الكهربائي الخفيف من الفنون والثقافة عدلي منصور في 6 صباحا حتى منتصف الليل. والآن وقفة مع أخبار الاقتصاد يأتينا بها الزميل حسام الدين عاطف. إليك حسام. شكرا لك هلا، شكرا جزيلا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد في نشرة الثانية على التلفزيون المصري، أهم ما لدينا فيها. وزير المالية يعلن بدء تلقي طلبات المرحلة السابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين اعتبارا من الأحد المقبل. أهلا بكم من جديد. أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط أنه سيبدأ اعتبارا من الأحد المقبل وحتى 9 مايو القادم سيبدأ تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الانضمام للمرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدي الفوري، والتي وافق على إطلاقها مجلس الوزراء بتكلفة إجمالية تبلغ 8 مليارات جنيه للملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية سبتمبر من 2023. معيط تأكد أن هذا الإجراء يأتي استجابة للقطاع التصديري، لافتا إلى أنه سيتم صرف الأعباء التصديرية للشركات المستفيدة من المرحلة السابعة للمبادرة على فترتين، أولاهما في 27 يونيو من عام 2024 والثانية في 8 أغسطس من عام 2024، وذلك بذات الطوابط السابقة. تلقى وزير التنمية المحلية لواء هشام أمن تقريرا من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية عن الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لديوان عام الوزارة ودواوين عموم المحافظات منذ بداية العام المالي الحالي وحتى نهاية شهر فبراير الماضي. أمن أكد أن جملة الاعتمادات لديوان عام الوزارة بلغت 2,150,000,000 جنيه تتضمن 4 محاور. وأوضح الوزير أن جملة الاعتمادات المدرجة للمحافظات بلغت 24.3 مليار جنيه موزعة للتمويل الحكومي وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالوحدات المحلية بالمحافظات. إلى البورصة المصرية التي غلب الارتفاع على أداء مؤشراتها في جلسة اليوم الخميس جلسة نهاية الأسبوع وسط اتجاه شرائي للمؤسسات العربية والأجنبية، قابلها اتجاه بيعي للأفراد. المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية جي اكس 30 قفز بأكثر من 2.8% يتخطى مستوى 30,580 نقطة. كما صعد المؤشران المؤشر الثانوي اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا بنحو 2%، في حين تراجع مؤشر اي جي اكس 70 للاسهم الصغيره والمتوسطه بنسبه 1%. والى اسواق النفط العالميه،
حيث تراجعت أسعار الخام وسط توقعات باحتمال تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية. العقود الأجلة لخام برنت تراجعت 8 سنتات إلى 82 دولارا 88 سنتا لبرميل، وانخفضت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بسبعة سنتات إلى 79 دولارا وستة سنتات للبرميل. إلى الصين التي سجلت صادراتها نموا ملحوظا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وذلك وفقا لبيانات إدارة الجمارك الصينية، لتأتي الأرقام أعلى بواقع 7.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما جاءت الزيادة أعلى بكثير من نسبة 1.9% التي توقعها خبراء الاقتصاد، وارتفعت الواردات 3.5% مقارنة بتوقعات بصعود 1.5%. كان وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو قد أشاد في وقت سابق بالنسق التصاعدي للصادرات الصينية، لكنه حذر في الوقت ذاته من تراجع محتمل لأرقام الصادرات خلال شهر مارس. إلى هنا انتهت أخبار الاقتصاد، نشكركم على حسن المتابعة، أعود للزميلة هبة فهمي مع مجموعة جديدة، تفضل. شكرا لك حسام، هذه نهاية النشرة وتذكير بأبرز ما جاء بها من عناوين. مدبولي يشرف على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية ويؤكد أن الدولة قادرة على توفير العملة الصعبة للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج. مصر تشارك في تحالف دولي لإسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة. عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي استهدف نصيرات ودير البلح وسط قطاع غزة، وحصيلة الشهداء تقترب من 30,800 من بدء العدوان. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الانترنت nile.eg. شكرا لكم لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.